الكويتيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد، وخاصة الكويتيين الذين بقوا تمسكوا في أرضهم ولم يتركوها مع العذاب ومع الإهانة. احنا صحيح مستانسين بس عيالنا ما ندري وينهم. اخواننا من يوم الخميس، من يوم الخميس والجمعة ماخذينهم، ما ندري يعني. احنا من اللي اخذهم؟ العراقيين اخذوهم. بعد انتهاء تحرير الكويت اتفق التحالف الدولي مع العراق على تبادل الأسرى، وكان من ضمنهم أبو ناجي الذي وصل لعرعر بعد أشهر من الجحيم ليذوق طعم الحرية. ركبونا باصات وقاموا يبادلونا، المعسكرات يبادلونا. طبعا طلعونا اثنين، واللي يطلع من مبادلة برتبة طلعوا عراقيين مقابل كويتيين. اي كويتيين مقابل عراقيين مقابلة. هذا طلعوا خمسة عشرة طلعونا، ركبونا باص ثاني ورحنا وين؟ عرعر مدرسة، وحطونا في مدرسة عرعر. يوم جيت عرعر ما شاء الله عطونا بشتاشة سعودية اللي قالوا قلتها كذي مني اثنين الحمد لله، بس عطوني اياها زينة يعني. أنا ضعيف لبسي هذا، وبعدين أعطونا البيبسي، ومن زمان ما شربنا بيبسي، حاس نحوس. بيبسي هات أشرب اثنين ثلاثة ولا خاضنا خوط. أطلق أمس سراح 1200 مواطن كويتي وجرى تسليمهم عند الحدود الكويتية العراقية للصليب الأحمر الدولي، وقد بدا على بعضهم الجوع والتعب، وأشار المواطنون الكويتيون المخرج عنهم إلى أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل جنود النظام العراقي أثناء فترة الحج. عاد سعد شرار العازمي لوطنه بعد غياب قصير، عاد وعاد معه الوطن. الكويت التي خرج منها ليست كالكويت التي دخل إليها اليوم، وهو يستقبل أطفاله في مشهد مؤثر. يوم جيت من التعب هذا، نادر صغير كان صغير، أبشيله أتراجع أهده، خاف أنكسر. تعب يعني، نفسيتي منهار.